brain. رائع. سجلوا على الحساب. بشأن الحساب يا سيدي، أنت وعصابتك تأتون إلى هنا منذ أسبوع و... هذا يجب أن يسدد لك الفاتورة. لود، ما نسبة البقشيش المعتادة؟ تعرف أنني لا أعرف؟ لا أعرف عنك، ولكن أشعر بالسخاء. هل أقول 20%؟ رائحة الشم لدي تخبرني أن المدعوين لوك ولود قريبان من هنا. هل أنت واثق؟ إلى حد كبير. هيا بنا. تمهل بني، لا نحتاج مساعدتك اليوم. ها؟ هل أنت جاد؟ لدينا بطل محلي في مدينتنا، كان يجري مغامرات في أوتلاند ريتش في الأسابيع القليلة الماضية، ولكن فور أن يعود سيطرد هؤلاء السفاحين من المدينة، سترون. إنه أروع مقاتل سلاك على الإطلاق. حقا؟ أتوق لمقابلته. من هو؟ ها قد أتى. هل أنا قبيح أم ماذا؟ ما الأقرب إلى مزعج؟ مرحبا جميعا، هل اشتقتم لي؟ ملك المسدسات؟ سوف يجعلونه يواجه لوك ولود؟ هذا الأمر لن ينتهي على خير. تحتاج إلى مساعدة أيها الملك؟ أي ملك مسدسات سأكون إن لم أكن قادراً على طرد بعض الأشرار؟ تبارينا أنا وأنت من قبل وهزمتك 3 مرات. هذه لثرثرتك، وهذه لتخبطك، وهذه للفوز. أجل تريكسي، كل ذلك جزء من استراتيجيتي لبناء الثقة الزائدة لدى خصومي، كتلك المرة التي هزمت فيها الرجل الملتوي وتوامه الصغير في قتال أصبح أسطورة. ستسمعون حكايات أخرى عن استراتيجية الخسارة التي أتبعها. أنا فهمت. أيمكنني التحدث إليك على انفراد سيدي؟ أفهم أنك بطل هذا الكهف وأن الجميع يحترمونك. أجل، لا يوجد كثير من التشويق هنا. بالنسبة لكثير منهم أمثل الآمال والأحلام والمغامرات وحياة من العجائب. أجل، أفهم ذلك، ولكن الذين في المقهى ليسوا أي مقاتلين عاديين، إنهم أحد أفضل أتباع الدكتور بلاك. اسمع إلي، أعرف أن مهارات القتال خاصتي لم تعد كما كانت. إنه يستعرض ليس إلا، ولكن إن دخلت إلى هناك وأنقذت المدينة ماذا سيحصل لي؟ ملك المسدسات، ملك المسدسات. إنهم يتوقعون أن أنقذهم، إنه عملي وهو ما أملك. إلي، لا تدعه يواجه هؤلاء الرجال وحده، سيلتهمونه ويستخدمون عظامه كعيدان للأسنان. هناك طريقة أخرى، وإذا نجحت سنخرج لوك ولود من المدينة
وبدون إطلاق سلاك واحدة. هذه المدينة لنا، لا يمكن حتى لعصابة شين أن تغير ذلك. أنت محق، هزمنا. إيلاي، قلت لك إنني قادر على معالجة الأمر، تراجع ودعني أتولى أمر هذين الهمجيين. ومن تكون أنت؟ أخبروهما ملك المسدسات. ملك المسدسات؟ حقا؟ ألم تسمع به قط؟ ببساطة يا سادة، إنه بطل مقدام لا يخاف الأخطار ولا يخاف الأشرار في البحر والبر والأنهار. لما أسمع الدكتور بلاك يتكلم عن هذا الرجل قط. لأنه خطير. هزمني 6 مرات على التوالي بمسدس مكسور وبفلوبر مريضة. لقد انتهى أمركما تماماً الآن. آسفون أيها الملك، نعرف أنك قادر على مواجهة هذا، سنبتعد عن الطريق. أتعتقد أن هذا الرجل ماهر كما يقولون؟ حلفنا الحظ بالتخلص من عصابة شين، إذا كان هذا الرجل أفضل منهم علينا إعادة تنظيم صفوفنا في مكان آخر قبل إثبات ذلك الادعاء. هيا هيا اقضي علينا. هذا جيد، تراجع. ربما ترغبني في هدية وداعا صغيرة. ضربة الاهتزاز والمطاردة، يجب عليكم الهرب. ماذا يفعل؟ ضربة أخرى. وللهجوم الأخير، ستار سبانجل سكريمر. ربما كان هذا خطأً. شكراً أعزائي، شكراً. هل اكتفيتما؟ ها نحن نبدأ. لم نمت بالكاد حتى خدشنا. أنت مجرد دجال لا أكثر. إنه مخادع كبير أيضاً. قدمت عرضاً جميلاً، ولكن لنرى كيف ستواجه قوة الغول خاصتي. إيلاي. لا تريكسي، إذا ساعدناه الآن سيخسر احترامه كليا. حان دورك يا أخي. احترام ماذا هذا؟ سوف يقتل هذا. حسناً، كان ممتعاً، ولكن هناك نهاية لكل الأمور الجيدة، بما في ذلك أنت أيها الملك. لن ندعهما يدمرانه. أنا بخير، لا داعي للقلق. ماذا؟ هل اعتقدتم أنني سأدع لوك ينصفه؟ كما قال الملك، لا داعي للقلق. الفائز يأخذ الغنائم. ستكون قلعتك مقراً جديداً رائعاً للموقع الجديد لبلاك إندستريز. أنت قلق الآن؟ أنا قلق. بالسيطرة على هذا الكهف، قمتما أيضاً بتأمين المدخل الوحيد المعروف لأوتلاند ريدج. تلك الكهوف غير المكتشفة تحمل أسراراً دفينة أنوي معرفتها. ربما أثبتما أنكما نافعان في نهاية الأمر. أيضاً عالجنا أمر عصابة شين. ماذا؟ قلتما أنكما عالجتما الأمر؟ هل تظنان أنني غبي؟ لا سيدي دكتور بلاك، حلفنا الحظ، تركوا أمر الدفاع عن الكهف لرجل محلي، لن يشكل لنا أي مشاكل بعد الآن. المكان تحت السيطرة. جيد، ما
وإذا ساءت الأمور ستشرحان ذلك لي بشكل شخصي. لست أفهم، لا أحد يهزم ملك المسدسات، هذا ما كنت تقوله دائما. أهذا جزء من استراتيجية الخسارة التي كنت تتحدث عنها؟ هذا صحيح، اختبرت تصميمهما وثبت أنهما خصمان خطيران. سأنسحب الآن، سأنسحب تكتيكيا لأفكر في خطوة التالية. والآن أيمكن لأحد أن يخرجني من هذا الشيء؟ أما زلت هناك أيها صغير؟ لماذا تدخلت إلي؟ طلبت منك ألا تفعل. لأنني إن لم أفعل لما كنت هنا الآن. على الأقل كنت سأموت في قمة العظمة بدلا من أن أكون مصدر إحراج. متى ستطرد أولئك المتسكعين من قلعتك؟ أتطلع لمباراة العودة. إنهم يتوقون لمنحك فرصة أخرى، وهذه المرة سوف تنجح. حقا؟ حقا؟ أجل ستنجح، ولكن يجب أن تلتزم بالخطة. وما هي الخطة؟ سيتقدم نحو قلعته وسيقضي على الحراس ويطرد لوك ولود بلا عودة. على الأقل هذا ما سيبدو الأمر عليه. لما كل هذا التنكر إلي؟ كي لا يتعرف إلينا أحد، الجميع يعتقدون أننا رحلنا. لن ينجح هذا إلا إذا بدأ الأمر وكأن الملك هو الذي أنقذ الموقف. وهل سينقذ الموقف؟ حسناً، نوعاً ما. أخبروني، هل يتلائم هذا الحذاء مع فستاني؟ ستبدو وسيماً برونتو. المهم أن نختلط بالآخرين كي لا يرى أحد أن الملك يتلقى المساعدة من جماعة شين. أعرف أن بعضكم مرتبك، ولكن لا تقلقوا، سأستعيد قلعتي وسأهزم هؤلاء الأشرار كتلك المرة التي هزمت فيها ذلك الرجل الملتوي وتوأمه الصغير. تعرفون القصة؟ أجل. المدينة تشجعه، علينا فقط الدخول إلى القلعة قبل أن يصل إليها. ماذا عن لوك ولود والحراس؟ حقا، اقتحمنا أماكن أكثر حراسة بكل سهولة. قفوا جميعا في المقدمة، سيسجل هذا القتال في التاريخ. لا له من مكان قذر. أتفق معك يا أخي، سيسرني أن أغادر هذا المكان. هذا الكهف صغير جدا بالنسبة لأمثال لوك ولود. حسناً، ضعوا كاتمات الصوت وحاولوا اختيار سلاكس كالتي مع الملك. لن يكون صعباً تحت هذا البريق. حسناً إذن، بسرعة وخفة وخلسة. وأنا كنت في المقدمة. انظر من عاد باحثاً عن المزيد. يبدو أن عتبة بابي تحتاج للتنظيف. أجل، السلاكز المناسبة للتنظيف. أحسنت يا بطل، أحسنت. أنت شجاع. نحن نشجعك. ماذا تفعل هنا؟ أنظف منزلي. كيف أبلي؟ السلاكس خاصته أقوى بكثير. شكراً للإنقاذ. لا عليك، ابقى متيقظاً. هناك خطب ما. أيديكم، ارفعوها الآن. أتعرف، عليك حقا أن تحسن من طريقة مزاحك. مؤسف أنك لن تحظى بالفرصة. حان وقت الرائحة الكريهة. وهذه هي يا أصدقائي الطريقة الجديدة.
ماذا؟ هل أعيد؟ هزمت معاوني بكل براعة، فلنرى كيف سيكون أداؤك ضدي. تبدو متفاجئا لقدومي بعد أن أخبرني معاوناي أنهما مسيطران على هذا الكهف. كان من المحتم أن آتي عاجلا أم آجلا. لحسن الحظ وصلت في الوقت المناسب، أقصد من حسن حظي. إيلاي، يجب أن نتدخل. وصل الملك إلى هذا الحد بمفرده. نوعا ما. نعم، لكن هذا الدكتور بلاك. إذن أنت المسؤول عن كل هذا؟ بشكل أو بآخر. أنا متأكد من أنه كان مبهجا في وقتها، ولكنه انتهى الآن. إن كشفنا عن أنفسنا الآن سوف نحرج الملك، ولن ينسى الناس هذا. ليس هناك شيء أهم من شرف المقاتل، لا سيما في مدينته. لكن إيلاي، الشرف يجب أن يكتسب بالقتال، لن نستمر بمساعدته. من باب المجاملة، أشهر سلاحك أولا. اعتبر هذه هدية وداع، أو ربما أمنية أخيرة. بطريقة أو بأخرى الناس تحبه، لا أريد أن أرى هدف حياته يتحطم وينهار. وإذا لم نتدخل حياته كلها ستتحطم، ناهيك عن المدينة. أعرف أنكم محقون، ولكن دعوني أجرب هذا فقط. حسناً، إليك هذه الضربة. أنا لست غبيا كمعاوني هذين. أنت لا تقاتل وحدك. لا أرى أحدا. أميز الإنفيرانس هذه في أي مكان. أنت تتلقى المساعدة من الآيشين. لقد قبضت علي متلبسا، أنا أتلقى المساعدة. حسنا، لقد حان وقت المواجهة. أهلا، ها هو البطل محرك الدمى. شكرا على المساعدة إلي، ولكن يبدو أن الأمر انتهى. أنا آسف، حاولت أن أنقذ كهفك وسمعتك. لن تنقذ شيئا. عرضي الأخير، تنازل عن هذه المدينة وسأتركها سليمة. أجبرني على القتال. نحن نحبك، لا تدع هذا الشرير يخيفك. أتنازل؟ آسف دكتور بلاك، لا أعرف معنى هذه الكلمة. اسمح لي أن أعلمك إذن. سأريك أنت كيف هزمت الرجل الملتوي وتوأمه الصغير في قتال أصبح أسطورة. لم أسمع عنها. وداعا أيها الحاكم. قبل أن تودعه عليك أن تقاتلنا. تدافعون عن رجل مخادع وجبان، عن رجل كذب عليكم وادعى بأنه شجاع. أتعتقد أننا لا نعرف؟ لهذا السبب نحبه. بدون حكاياته الطويلة كنا سنفقد صوابنا. حتى أنا أعرف أنها مجرد حكايات، ولكنها جيدة. شكرا لكم جميعا، آسف لأن خدعتي أوصلتنا إلى هنا. مؤثر، مدهش، أكاد أبكي. هائق واحد أو مئة، سأستولي على هذا الكهف. هيا هيا هجموا عليها. يبدو أن الملك وشعبه قد نالوا من بلاك. هيا هيا. استسلم بلاك، لن تستولي على هذا الكهف. أحضر مسدس الجاتلينج الآن. إن عيلوك ولود من إحضار المسدس، سأتولى أمر بلاك.
أو بدونكم، هذا المكان بوابتي إلى أوتلاند ريدج. أرى أحد طلقتي، يبدو أنني ألقبت الموقف. أحسن، الأفضل أن ننسحب. أحسن أيها الملك. من الرائع كيف تصديت لبلاك بمفردك. لم أكن بمفردي، هذا هو سر الكهف، قوته تكمن في الروح الجماعية. أنا سفينة متواضعة لعظمتهم. لست متواضعاً تماماً، ولكنك رائع جداً. انتهى الأمر على خير هذه المرة. يريد بلاك شيئاً ما وراء الكهوف المعروفة، وبالتأكيد سيعود للحصول عليه. في المرة المقبلة لن أتردد في طلب المساعدة. قد لا أكون أفضل مقاتل في ساكتيرا، ولكنني الأكثر حظاً. هذه الرواية لن يشكك أحد فيها إطلاقاً. سليك مايت 17، السجن حراسته مشددة في سلاك تيرا. حراس يقظون وأقفال عالية التقنية وأبواب فولادية. والآن لسيطرة على كل شيء، أنا السيد ساتردي. لا يوجد مكان في العالم كله أفضل من هذا لحبسي شينغانغ. ابتهج كما تريد ساتردي، لكنك تنسى أمرين صغيرين. ما هما؟ الشخصان اللذان لم تمسك بهما، وهما حتما في طريقهما إلى هنا لإنقاذنا الآن. لا شيء يمكنه إبعاد برونتو عن القتال. أين ذهب الجميع؟ أمسكوا بهم؟ لا داعي للقلق، برونتو سيعمل على إنقاذهم فوراً. سأنقذ أصدقائي بعد أن أخرج. سيتطلب الأمر معجزة، صحيح؟ سأصدق هذا لو أنني لا أراه بعيني. الشينغانغ محبوسين كمجموعة من الكلاب الضالة، سأتي قبل حلول الظلام لأخذهم. تهانينا ساتردي، الآن أنت أصبحت تابعاً آخر للدكتور بلاك. لا 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 لا، أنا رجل أعمال وهذا مجرد عمل. رغم أن وضعي ليس جيداً مع كائنات الكول. سم اتفاقنا كما تريد، ستحصل على كائنات الكول حين أحصل على الشينغانغ. وأمر آخر، لا أريد حماقة منك لسيطرة على العقول. أريد أن يكون سجناؤنا بكامل وعيهم وهم يعدون الدقائق لوصولي. لم يصل إلى هنا بعد ساتردي، وما زال لدينا الكثير من الوقت لنهرب من ستاليك مايت 17. أنا أسيطر على كل حارس، ولديهم أمر واحد بسيط لا غير، وهو الحرص على عدم هربكم. ولا نرجو المعذرة، أريد أن أحضر شرابا. لا أصدق أنني السبب في هذه الورطة. اهدأ إيلاي، هذا ليس ذنبك. حسناً، ذنبك تقنياً، لكننا نسامحك. لكن لا تطلبي مني أن أسامح نفسي على ما حدث. كائنات الزومبي، هذه أسوأ حفلة عيد ميلاد. علي استخدام القاذفة الثنائية. من دون إنيجموس لاك؟ كنت أتمرن على هذا. أعتقد أنني سأتولى الأمر.
كان برونتو ذكي وحذر في نفس الوقت. تقصد أن تقول لي علي أولا أن أجد مكان أصدقائي؟ لا تقلق أبدا، في الحفرة المليئة بالمجرمين وأصحاب السوابق في سلكتيرا قريبة جدا من هنا. مع موهبتي الطبيعية في الثرثرة سأعرف بسهولة من خلال المجرمين هناك أين يمكن أن يكون أصدقاؤنا. من هنا. لا بل من هنا. حاول أن تسرع، سيعود قريبا. هيا ادفع. ما هذا الشيء؟ محاولة هرب؟ إن هذه إهانة للزومبي. مهلا توقف، أتريد أن تخالف أوامر الدكتور بلاك؟ أعتقد أن هذا سيكون سيئا للعمل، لكن لا مزيد من الحرب. فلنواجه الأمر، لا مجال للهرب إلا من الباب الأمامي. اطمئنا، ما زال لدينا برونتو وبيربي. والآن علي أن انخرط مع المجرمين لأعرف مكان أصدقائي. إذا ما تساهلت معك قليلا فهذا لا يعني أن تضحك علي وتجلس على كتفي. المزيد إلى هنا. نعم أنا أخلق ممتعا بكل تأكيد. هذا جميل. أتسمي هذا مخفوق الكريمة؟ أصبح كذلك الآن. دعني أتلذذ بطعمها. باها باها اها. لدي سؤال شبه سخيف، لماذا أغضب عندما تقف ذبابة على أنفي؟ أخبروني. لو كان ذبابا لحطمت المكان. ولان أخبروني، ماذا سمعتم عن الشين من أصدقائكم في عالم الجريمة؟ لا تكذبوا علي، فأنا مجرم سابق. مجرم؟ نحن نادي كافرن النسائي للحياكة. اهدأن. أنصحكن بالابتعاد عني فأنا لدي سلاحي السري. هذه الرائحة الكريهة ستسبب لكن حالة من الإغماء. في الواقع رائحة المكان أصبحت أفضل. أمسك نبي. هذه الورطة. واضح من ملابسك بأنك سجين هارب. لا تطلق، لا أريد العودة إلى ستالجمايت 17. حسناً، منذ سيطر ذلك المجنون السيد ساتردي على المكان أصبح أسوأ من السابق. أعرف هذا السجن ولا أخافه، لا يمكن لهذا السجن المنيع أن يعيقني. سأتسلق الجدران وأحطم الأقفال وأضرب بيد من حديد كل أسماك القرش المتوحشة. أو استخدم الباب الأمامي. الباب الأمامي فكرة مجنونة ولكنها مضمونة النجاح. طاب يومك يا صاح. ياي، كما قالت أمي، سر جمالي يكمن في عبقريتي. لا وقت لدينا، سيصل بلاك في أي لحظة. قلت هذا شراب لذيذ.
هل تضحك علي أنا؟ ماذا علي أن أفعل لأحصل على شراب من مزيج الفاكهة؟ خطة هرب جديدة. أتعرفون إلى ماذا أشتاق هنا؟ إلى تحضير الشراب كما كنت أفعل في المخبأ. أجل شرابكم لديك. أنت تتقن صنعة. لقد أحببناه بالفعل. أظنك تحضر شرابا لذيذا. والآن علي أن أجد الباب الأمامي المنيع. أنا أعرف ماذا أفعل. لا أحد يستطيع أن يعرف سر طريقتي في التعقب. أي ما هذا؟ أها. تماما كما خطط. يا للروعة، بدأت فعلا أشم رائحة أصدقائي. أنا أقترب. إذا أنا موجود. أنا موجود. إذا أنا أقترب. بدأت الرائحة تزداد قوة. اقتربت كثيرا. قاب قوسين يا ولد. هذه الرائحة كانت تطغى على كل الروائح. يا حبيبي. لا أحد يقترب مني، فأنا كائن زومبي. إلى الحراسة المشددة في المطبخ. إنهم أيها الزومبي، أحضروا لي جميع الفاكهة وخلاطا. هذا النادل الزومبي سيقودني إلى أصدقائي. لا لا لا. أنت تحلم ساتردي. من المستحيل أن أحضر لك واحدا من مشروبات الشهية والشهيرة العالمية. بل ستفعل. أو وإلا ماذا؟ كيف ستجبرني ساتردي؟ لست واحدا من أتباعك الزومبي حتى الآن. اهدأ ساتردي، ولا تنسى ما أخبرك به الدكتور بلاك. من الأفضل لك أن تتوسل حتى أسامحك، بدلاً من إمضاء دقيقة أخرى دون شرابي المفضل. الآن إلى الداخل وإلى الخارج. آخ. مسرور باستعادتك. آسفة للمقاطعة، ولكن بلاك سيدخل من هنا في أي لحظة. تغطى جيداً. تريد أن تهنيني لأنني أتقن دور الزومبي؟ شكراً. لطفا أين الطريق إلى الحراسة المشددة؟ أريد إنقاذ إلايز. ذلك الوقت هو سبب وجودي هنا. كل شيء يسير حسب الخطة. Ha 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 ha
نحن محظوظون، فلنذهب. الطريق مسدود، لكن برونتو الشجاع سيموت وهو يحارب. هذا ليس استسلاما وإنما انسحاب. آسف، الحمولة اكتملت. أشم رائحة أصدقائي تنبعث من هذا الاتجاه. لا تقلق برونتو قادم. أنت تحاول أن تكون البطل. الجميع سيعرف فيما بعد أنني أنا البطل. أنا أشكرك بعنف يا هذا. حراس للبوابة الأمامية، أوقفوا شينغانغ. أنا سأهتم بنفسي برفيقهم الذي سيصبح من كائنات زومبي قريباً. الباب الأمامي مفتوح، حظنا الجيد يستمر. أجل، ليس كثيراً. كان أصدقاؤك سيهربون لولاك. لذا لأشكرك، يمنحك السيد ساتردي كلمة أخيرة. في الواقع يجب أن أعترف، أنا تفوقت على جميع السلاجز، ولكن هناك واحد ربما لا يمكنني التفوق عليه. قلت كلمة أخيرة. أعذرني، لم أنتهي بعد سيدي، كان يجب أن أثق بك أكثر، صح؟ كان على برونتو أن يجعلك ترشده. ياي، نحن ثنائي المرح. يمكنك أن تهرب يا سيد ساتردي، لكن لا يمكنك الاختباء من عدالة برونتو وبيربي. احذرا في اختيار السلاجز، إنهم تحت سيطرة ساتردي، لا أريد إيذائهم. للأسف لا يكترثون بشأن إيذائنا. أرتور ميتو، ماذا حدث؟ ما هذا؟ ما الذي حدث؟ لا أعرف ماذا حدث للتو، لكن فلنهرب. لقد أبطلت مفعول تنويم المغناطيسي ذي الشفرة السرية، لن أسامحك. المستحيل يمكن جعله ممكنا حين يكون برونتو موجودا. توقيت ممتاز، فلنبتعد عن هنا قدر المستطاع. للأسف لا أعتقد أنكم ستبتعدون كثيرا. آه.
نستطيع السباحة. ربما سنكون طعاما لأسماك القرش. لا خيار أمامنا سوى المواجهة. لا تفرح كثيرا يا دكتور بلاك. برونتو. يمكنك أن تضحك على برونتو، ولكن دعني أعرفك على بيربي. والآن أصدقائي، تم إنقاذكم. سترتفع دوامة اللهب، علينا الخروج. السؤال هو كيف؟ فهمت. ذو الفوهتين؟ إيلاي، ماذا إن لم تنجح؟ بيربي يعتقد أن هذا سينجح. اسمعوني جيداً، من خلال تجربتي يمكنكم أن تثقوا بهذا السلاك. هذا جيد لي. انسحاب تكتيكي الآن. عرفت أنك لن تخذلني بيربي، وأنت أيضاً برونتو. طبعاً، فنحن الثنائي المريح. هل اعترف برونتو بنا أخيراً؟ مع سلاك؟ بالطبع، لأن برونتو يعرف كيف يتعامل مع السلاكز. يمكنني أن أعلم من يرغب بذلك. كن حازماً ولكن لطيفاً مع بعض الصلابة. ولكي تفهم السلاكز عليك أن تقرأ قائمة مكونة من 20 نقطة. أولاها إذا عملتها باحترام سترد لك الجميل عاجلاً.